كابتن كريم اتكلمنا النهارده كده عن تفاصيل الاجتماع ويعني وصلتوا لايه في الاقتراحات، واحنا عارفين ان مفيش النهارده قرارات، فيه كلها اقتراحات من جانب كل اتحاد الكوره كابتن. والله يعني النهارده كان اجتماع مميز جدا ما بين المهندس احمد نجاد واللجنه الثلاثيه وال 17 نادي. بقى النهارده النادي الاسماعيلي ما حضرش، النهارده كان موجودين ممثلين عن 17 نادي في الدوري الممتاز. اتكلمنا طبعا عن المهندس احمد نجاد في البدايه، استعرض الاجنده الدوليه والحاجات اللي مصر هتشارك فيها، او سواء المنتخب، تصفيات كاس العالم، بطوله امم افريقيا في يناير، كاس العرب في شهر 12، الارتباطات الافريقيه للاهلي والزمالك في دوري الابطال المصري وبيراميدز. فشفنا التواريخ وشفنا الارتباطات كلها، وقال ان احنا لازم نبدا الدوري بدري، لان احنا لو استنينا لغايه شهر اكتوبر هيبقى في مشكله في استكمال الدوري وهنتاخر برضو زي السنه دي في انهاء الدوري. فكلمنا في موضوع كاس مصر يتم استكماله او عدم استكماله في الفتره الحاليه. بس طبعا كان الاتحاد المهندس احمد نجاد خد اقتراحات الانديه، في طبعا 7 انديه مكمله في بطوله كاس مصر، هو اسوان وبتروجيت والاهلي وامبي وسموحه وبيراميدز والزمالك واسوان. يعني لسه بس بشكل كبير انا شايف ان قرار اتحاد الكوره احتمال الدوري يبدا بدري في شهر 9، ممكن 15/9 اول كاس يتلعب من 10/20/9 وبعدين نبدا الدوري. اي مدى ان الدوري يبدا بدري؟ بس هو الدوري كده كده هيبدا في شهر 9، بس تاريخ بدايته اي مدى ممكن يعني يعمل فرق بقى الموسم ده؟ مساله التلاعب، هو لازم تلعبي، لازم نلعب في شهر 9 عشان نقدر نلعب عدد من الجولات، عشان بعد كده في اجنده، في زحمه جدا زي ما شرحت لك من شويه، الارتباطات بتاعه المنتخب او الانديه، فلازم نبدا في 9. في بعض الانديه اعترضت قالت لك احنا مش هنقدر نعمل فتره اعداد، وده لسه يعني احنا داخلين على شهر 9 طبعا نلحق نستعد للموسم الجديد ازاي. فالمهندس احمد قال لازم الناس كلها تضحي، وان احنا عشان ما نخشش برضه الموال بتاع السنه دي وان الدوري يتاخر، فلازم نبدا في 9 على الدوري. فكده كده القرعه على بكره يوم 31 اغسطس، ويوم القرعه هيدي القرارات النهائيه، بدايه الدوري امتى، موضوع كاس مصر هيتلعب. بس هو قال لك مفيش الغاء لكاس مصر، بس ممكن نرحل شويه الماتشات لقدام شويه ونبدا الدوري، بس هيدي القرار النهائي ان شاء الله بعد بكره، يعني بعد ما هم يدرسوا الموضوع، ان هم كمان مرتبطين مستنيين قرار الاتحاد الافريقي بخصوص مباراه الاهلي في السوبر الافريقي مع الرجاء، فمستنيين الميعاد، ان في كلام ان المباراه ممكن تتلعب يوم 24 او 25 سبتمبر اللي احنا اللي داخلين عليه. فهيشوف هو الاتحاد الافريقي هيقرر ايه، وبعدين هياخد قراره ان شاء الله يعني خلال 24 ساعه 48 ساعه اللي جايين. بس بنسبه كبيره الدوري هيبدا في شهر 9 وهيكون مجموعه واحده. لا، الدوري بنفس شروطه، الانديه كلها يعني قالت ان الدوري يتلعب بندورين بشروطه الطبيعيه وكده، مع اللي هو اللي هيهبط 3 واللي يصعد 3. الانديه كلها رفضت ان هو يتم تعديل الدوري. يعني اتحاد الكره ما اقترحش نظام جديد؟ لا 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 لا، ما اقترحش، هو سمع الناس وكده، وكل الناس كانت بتتكلم في ان الدوري طبيعي السنه الجايه. كان في كلام على فكره الغاء تقنيه الفار كابتن من السنه الجايه؟ لا لا لا، مفيش كلام خالص، ما اتكلمناش، ما تطرقناش ليها خالص، لكن هي مكمله ان شاء الله معانا. ما اعرفش، بس هي اكيد مكمله، ان احنا ما اتكلمناش فيها اساسا. موافق يا كابتن؟ ان شاء الله في الفتره الجايه. الله يخليك.